لما جاء بخروش بن علاس انت صار عندك رياكشن وانت قاعد تسمع الاسئله مختلف عن باقي الاسئله. طبعا طبعا ليش؟ طبعا هذا شيخ من شيخان زهران. هذا يرفع له العقال. هذا بخروش شوف قاده الدوله السعوديه. يعني هذا الان اقولها لك انت لحالك اول مره اقولها. لا ترى ماني بالحال يعني. يعني هم يسمعونه لكن اول مره اقولها. انا لما اقرا خطابات الامام سعود الكبير والله احيانا تتملكني قشعريره وياتي يدب فيني الحماس، حتى احيانا والله احذف غترتي واقوم ارزف من كثر ما انا متحمس. هذا رجل مو طبيعي. بخروش بن علاس هذا بطل من ابطال الجزيره العربيه. ابطال الجزيره كثير، منهم بخروش ومنهم ابن شكبان ومنهم ابن ضيان ومنهم ابن جباره ومنهم عثمان المضايفي ومنهم طامي بن شعيب المتحمي. هذول السته كلهم قطعت رؤوسهم. الدولة العثمانية ترقص فرحا وتطير ابتهاجا لقطع رؤوس قادة الدولة السعودية، منهم بخروش بن علاس الذي جنن القادة الأتراك وعجزوا فيه حتى أوقفوه واستطاعوا قتله وقطع رأسه وإرساله إلى اسطنبول في بلاد زهران. هي مش في خان زهران، هو بلاد شهران لكن هو مش في خان زهران. آه أي نعم.